ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نوران النجار. فيديو النهارده بيتصور في مكان مختلف عشان هو كله على بعضه اصلا هيبقى مختلف عن نوعيه الفيديوز اللي انا بعملها. اتكلم معاكم النهارده عن يومي في الحجر المنزلي، او بمعنى اصح الحبسه اللي احنا قاعدينها في البيت دي. بعمل ايه في اليوم، وايه الحاجات اللي كنت بعملها ما بقتش بعملها، او ايه الحاجات اللي ما كنتش بعملها وبقيت بعملها. فيلا بينا نبدا. اول حاجه بعملها اول ما بصحى ان انا لازم افطر. انا عارفه ان في ناس كتير جدا يعني بتحس ان بطنها مكركبه اول ما بتقوم ومش بتقدر تاكل وكده. انا كنت كده زمان، لكن مؤخرا لا، لازم افطر اول ما بصحى، والا بيجيلي هبوط وضغطي بيوطى وبتحصل حاجات كده مش حلوه، يعني ما احبهاش ان هي تحصل خالص، فلازم افطر. فبما اني اصلا اوريدي فطرت لان انا صاحيه من بدري، فهاكل تاني، بس هاكل اندومي. وانتوا ما تعملوش زيي خالص يا جماعه، محدش يعمل زيي، محدش ياكل اندومي على الصبح كده. هو مش خطر يعني، لكن ما مش وجبه مفيده، يعني حاجه تاكلها يعني تحس ان انت استفدت. فحاول ان انت لو هتاكله اصلا على الصبح يبقى واكل حاجه قبلها يعني مفيده، وبعدين تاكل الاندومي. وطبعا انا زي اي حد لازم اجيب حاجه اتفرج عليها وانا باكل، فجبت كرتون كده الحقيقه مش عارفاه، بس شكله هيبقى حلو فاتفرج بقى وانا باكل. بعد ما خلصت اكل دلوقتي هعمل شويه تمارين. انا بصراحه بقالي فتره كبيره جدا مش مواظبه، مع ان انا كنت مواظبه كل يوم او على الاقل يوم ويوم تمارين، لكن مش عارفه حاسه دلوقتي جسمي وجعني، جسمي مكسل من القعده، فده اصلا يعني سبب ادعى ان انا اكمل في التمارين. الفتره دي بعمل حوالي اسبوع ويوم، 4 ايام ويوم، يعني مش مواظبه في الموضوع ده خالص، لكن يعني هحاول بجد ان انا اواظب. فبما اني عملت امبارح فهعمل النهارده كمان، علشان يعني خلاص بقى عضلاتي بقى وجعتني، فتوجعني بقى مره واحده، مش اللي هو بقى افضل مستنيه ومش عارفه ايه ومكسله وعضلاتي وجعاني، لا اخدها كده على طول على الحالي. شغالين يا اما ام بي سي 2 يا اما بيبي تشانل، دي بتجيب كرتونات حلوه قوي، يا اما ميكي تشانل، يعني حاجه من الاثنين دول. هما الاثنين بصراحه بيجيبوا كرتونات حلوه، فبنقلب من دي لدي. ولكن مع الاسف مها اختي النهارده مش موجوده، فهقعد لوحدي، اقعد اتفرج لوحدي، او بقى بقعد مع ندى اختي الثانيه، بنقعد نضحك ونهزر وكده. وبعدين ببدا ان انا بقى اخترع لهم. طبعا زي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي فات كنت عامله لكم سينابون، وقبل كده برضو كنت عامله لكم التراميسو، ويعني بعمل كذا حاجه. وزي دلوقتي بقى ببدا ان ايه افكر، ادخل على النت اشوف في اكله جديده نازله او لا، بقرر بقى يعني اذا كنت هعمل حلو او حادق. المهم ان انا لازم كل يوم اجدد لهم واعمل لهم حاجه جديده. وطبعا زي اي حد بفضل قاعده ماسكه الموبايل كتير جدا في اليوم، مع ان احنا بجد يا جماعه لازم نحاول ان احنا نقلل من موضوع الموبايل ده، لان يعني في وقت معانا المفروض ان احنا نستفيد بيه، يعني نستفيد بقى صحيا نفسيا، نقرا، يعني نعمل اي حاجه نحس ان احنا استفدنا باليوم. ولكن مع الاسف الموبايل بياخد كل اليوم، فعايزين نحاول ان احنا نكنترول شويه الموضوع ده. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.